تنقطع عنها المياه ساعتين ثلاثة بتبقى مشكلة كبيرة. تخيل ان مطروح مثلا بتعاني من مشكلة مياه شرب بقى لها 50 سنة. احنا في العريش عندي وشمال سيناء لغاية دلوقتي عندي مشكلة مياه شرب، واكيد عندي تخيلي في الدخلة عندي مياه الشرب بتشتغل 4 ساعات في اليوم في ال 24 ساعة وبيقطعوها باقي المدة. ده بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش مشروعات صرف صحي موجودة، فالمياه دي بتصرف على برك، وطبعا البرك مفيش اماكن تصرف فيها المية. طبعا انا شككت في هذا لان المية دي بتشربها الارض، واحنا عايشين على مياه الخزان الجوفي. ارتفعت عندي في السنوات الاخيره نسبه المرض بالسرطان، وانا شاكك ان يكون ده بسبب مياه الشرب اللي انا بشتم بنفسي رائحه المياه الصرف الصحي مختلطه بمياه الشرب. عشان كده انا طلبت وزير الماليه من خلال لقائي بيه من اسبوعين سرعه الموافقه على تخصيص 140 مليون جنيه اللي طلبهم الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لانشاء فرع في الوادي الجديد. الوادي الجديد المحافظه الوحيده التي لا يوجد بها فرع لشركه مياه الشرب والصرف الصحي، ووافق بالعافيه على تخصيص خمسة. انا مش فاهمه ازاي المحافظه بتشغل حوالي نص مساحه مصر، يعني نص 44% يعني تقريبا نص مساحه مصر، ازاي ما فيهاش هذه الخدمات المفروض انها بسيطه الف ب يعني. وعن قناعه قلت له لو استمرت الحكومة في تقييمها للوادي الجديد بنفس الاسلوب اللي كانت بتقيم فيه السنوات اللي فاتت بالنسبة لتوزيع الخدمات، يبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ماشي في اتجاه والحكومة ماشية في الاتجاه المعاكس. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال تنمية في الوادي الجديد، يبقى ابدأوا واعملوا اي حاجة. مش من انا قلت له مش من المنطقي ان انا اقول لك تعالى دخل لي الصرف الصحي في قريه فيها 4000 نسمه واحنا عندنا قريه ما زال 80000 نسمه وما فيهاش صرف صحي. انتوا عدد السكان في المحافظه قد ايه؟ اللي عايشين على ارضها دلوقتي حوالي 250000 نسمه. وانا قلت لحضرتك ان دول يتجاوزوا نسبه 5% والباقي الباقي هرجرين. بالظبط. احنا عندنا خط ميه واصل لسينا مخصص للعريش بتتعدى عليه الدوله. بتاخد منه ميه لشرق التفريعه اللي تابع لمحافظه بورسعيد، محافظه بورسعيد بتحاسب الناس على الميه اللي واخدها مني. انا كل المحافظات الحدوديه هتتشابه لانها تتشابه وكلها واقفه عند نقطه واحده، اهمال الدوله للمناطق الحدوديه. لو نظرت الحكومه بقى وقيمت الوادي الجديد من حيث التنميه، يعني تحطها وهي بتوزع الخدمات، النهارده يا حكومه انت معاكي 10 قروش هتعملي بيهم مشروعات صرف صحي، بيجوا يقيموا القريه اللي هيتعمل فيها صرف صحي من حيث الاعلى في عدد السكان. تلاقي الوادي الجديد طبعا ملهاش نصيب، مفيش نصيب للوادي الجديد. المحافظ كتر خيره بيسعى مع وزيره التعاون الدولي مع وزير التخطيط عشان يحاول من خلال الوزارتين ان هو يوصل الصرف الصحي لقريتين ثلاثه، يعني مجهود فردي هو بيعمله. لكن لابد من ان يكون مجلس الوزراء بالكامل